مع بدء احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 45 لانتصارات أكتوبر المجيدة، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. وكان في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وقام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع إكليل الزهور على قبر الجند المجهول وقراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء مصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد تحية لشهداء الوطن الأبرار. ثم قام بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته. كما صافح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من كبار قادة القوات المسلحة. ثم توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكبر القبة، حيث قام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.